بس انت ما فهمتنيش كده يا استاذ سعد، انت قلت لي هنطلع من هنا على مصر على طول، ايه اللي هيودينا اسطنبول؟ استاذ ناجي، انتوا رايحين على مصر ان شاء الله، طائرة مباشرة بين اربيل ومصر اليوم بالذات ماكو، ما فيش. ساعة 9 طائرتكم على اسطنبول، ساعة وتوصلون تباتون في اسطنبول، وان شاء الله الصبح انتوا بمصر. وهنقضي الليلة دي فين؟ ابن عم السردار ينتظركم هناك بالمطار، ياخذكم على فندق مرمرة والصبح يوصلكم للمطار. اطمئن، هذا كله متكفي البيئة ابن عم. وهندخل اسطنبول ازاي من غير تأشيرات؟ الجوازات العراقية اللي موجودة معاكم من نوع جي، ما تحتاج تأشيرة، في المطار ينطوكم تأشيرة على طول. يعني احنا هنسافر بجوازات العراقية؟ صدقني يا أستاذ ناجي، دي أفضل شيء، أفضل شيء، صدقني. ناجي لو سمحت ممكن كلمة على جنب؟ أنا مش فاهمة أي حاجة من اللي بيحصل حواليا. أنت مجرجرنا معاك من بلد لبلد، من هنا لهنا، أنا مش فاهمة أي حاجة. أنت هربان من حاجة؟ عامل عاملة؟ صارحني يا ناجي، قول لي. إيه يا كمالي، هكون هربان من إيه يعني؟ مش وقته الكلام ده. مش مقتنع. في الطيارة هقول لك على كل حاجة، يلا. اتفضل أنت يا أستاذ سعد. هتوحشنا. أنت أكثر يا أستاذ ناجي. يا ريت تزورني أنت وأسرتك في مصر. ان شاء الله استاذ ناجي، ان شاء الله. ناجي ايه بقى؟ الناس دلوقتي محمد سعيد جاسم. شفت، احنا اخوه استاذ ناجي، دخلتها مصري خرجت منها عراقي، احنا اخوه. البركه بقى في الدكتور اشلاجه. النبي يسلم له عليه. يوصل يوصل. قول له بقى يعمل لي باسبور سويسري، جايز احتاجه ولا حاجه. ان شاء الله. مع السلامه. مصحوب بالسلامة. لؤي نعم عمو. هلا حبيبي. شلونك؟ حطيت فد شي حلو. شكرا. هلا عمو. ستوري، اهلا وسهلا. شلونك عبد الرحمن؟ ناجي عطل هنا؟ لأن عندي موضوع أحكي وياه. ما موجود، طلع. وين طلع؟ ما أدري. الأستاذ سعد هنا؟ هماتين ما موجود، طلع وما قال وين رايح. يعني ما تعرف فين راح؟ ما أعرف. ناجي عطلة والشباب اللي وياه تركوا البيت نهائياً؟ إي ستوري. وين راحوا؟ ما أعرف. وين راحوا؟ ما نعرف وين، وهو حر. بس انا ردت. ايش تريد مني؟ لا لا ما ردت شيء. ردت اودع بس. لؤي لؤي. نعم عمو. حبيبي بدي اسالك سؤال. بابا وعمو ناجي والشباب اللي كانوا عندكم وين راحوا؟ عمو ما اقدر اقول لك لانه بابا قال لي لا تقول لي لاحد. بس انا مو احد، انا عمو ستوري، واذا قلت لي راح اعطيك نستله ثانيه. وين النستله؟ هاي النستله يا استاذ لؤي. وين راحوا؟ بس لا تقول للأحد. لا، وعد مني ما أقول لأحد. وعد؟ وعد. راحوا لأربيل. أربيل؟ 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 أبل إيخي خلي من نتسوى. أوكي أوكي، ثانك يو. I'll talk to you. You talk to me too. طلعت
دول سابوا بغداد وطلعوا على أربيل. مها بايا، احنا عندنا عملاء في كل العراق، في كل المناطق والمخارج الحدودية اللي ناسنا. أنا بس بدي أفهم، يعني هن معقول يكونوا بدهم يسافروا من أربيل؟ It's impossible يا دوم مناخيم، ما في طيران مباشر من أربيل للقاهرة. طيب كيف يعني؟ كيف راحوا بكل هالفلوس لأربيل؟ يعني إيش الفكرة؟ معقول لوين رايحين يعني؟ سمعت ماشي يا مرتي أني في شاول خيم؟ سمعت يا دوم مناخيم. أمي عسيتا؟ السخين שלנו بأربيل هيا شومع גם כן והתחיל לטפל בעניין. يا ولاد الكلب. لا 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 مش هينفع. لا وبعدين بص ما بيتكلمش. لا 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 ما فيش. وبعد ده في تلفزيون. تلفزيون هرجعه لك لو اقل من 21 قناه. انت مبسوط؟ انت مرضي؟ مرضي تمام يا معلم. لا 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 انت معلم، انت جديد قوي في بيعك. لا يا ابني كفاية منومات، ما العيال يمين قدامك هو من غير منومات ومن غير حاجة. ده مش منوم يا ناجي باشا، ده مهدئ. دي بقى أكتر حاجة تعجبني في الخواجات، شايف الراجل والست اللي قدامنا دول؟ شوفوا سنهم قد إيه وبرضه رايحين يتفسحوا. أنا أخدها منك كده. عشعوشه. عشعوشه عشعوشه. بص انت عشعوشتك كلها بالنسبه لي. انت من ايه زاهر؟ روح شوف الحيوان اللي هناك ده بيعمل ايه مع جماعه الصينيين دول، وقول له ما يرغيش كتير. ماشي يا باشا. والله من ايه. شفت يا كبير، استلقطت لي عدة تليفون، انما ايه؟ كاميرتين وتلفزيون 14 قناه وجراب. اصل العيال شويه السنين دول رايحين يعملوا مصلحه حلوه في مصر، فانا قلت ايه؟ هم قالوا لي 100 دولار، بس انا قمت عاصرهم ودافع لهم 150، عشان خاطر ايه؟ ناكل لقمه حلوه هناك في مصر لما نروح. وريني. خد يا كبير. ده بيبوظ بسرعه. ايه ده؟ بجد يا كبير؟ على الشاشه ولا زراير؟ لا 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 لا، الصين هتضحك على عبد الجليل؟ يمين بالله يمين بالله، ده انا هجيب السور ده فوق دماغ الصين كلها. الله، خد يا خد يا خد يا ابن فلوسي. بقول لك ايه؟ ابن فلوسي. البلد لا البلد ابك في نفوخك. لا لا لا. ميسي ناجي طالع ماشي تكيرني. لا مش واخد بالي الحقيقه. أنا نيكولا بيردو، أنا بشتغل في السفارة الفرنسية في تل أبيب. أنا قابلت أنت في حفلة السفارة. بيردو، إزيك؟ أنا ما عرفتكش، أنا آسف، إزيك؟ عشان خلاص سافرت السفارة وبقيت حر. بقيت حر، وأنت مسافر مصر ولا تركيا؟ لا، مصر. لازم نشوفك هناك. ضروري إن شاء الله، ضروري. كارولين؟ المدام بتاعي كاميليا. المدام بتاعي. انشانتي مدام. انشانتي مسيو.